السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناتنا المتنوعة. شفت بلي عجبكم بزاف في فيديو اللي درت لكم من هذا النوع. انا رايحه نزيد لكم مع تلميذ ديال القسم التحضيري. هي في الحقيقة يونس. اصبروا، عرف روحك، قول لهم اسمك. واسمك يونس. واسمه يونس. شحال في عمرك؟ 4 سنوات. جيد. يونس راه يقرا في لاكريش، مي بصح ما شاء الله عليه شاطر، على بالي بلي رايح يقدر يخدم بهاد الكتابات ديال القسم التحضيري. الوغ كنت وريت لكم ديجا من قبل كراس القسم، كراريس القسم هادوما فيديو من قبل. كاين تاني كراريس واحد اخرين كيف كيف تاع دار الامير خالد، هاملك ديال دار الامير خالد. كاين هذا خطوات الامير على حروف الافير، في هاد الكراس يعلموا فيه الحروف. كاين هذا كلمات تمهيدية في اللغة العربية، هاوليك يتعلموا فيه النطق ويتعلموا فيه مخارج الحروف وبطريقة مسلية. كاين هذا أنامل وحروف مع الأمير خالد، هنا فيه غرافيزم التخطيط وفيه تاني ومن بعد يبداو الحروف. هذا فضاء الاول في الرياضيات، اذا هاوليك يتعلموا فيه الارقام، يتعلموا فيه الحساب ديال القسم التحضيري. هدايا ديال كتاب الامير كيف كيف في الحساب، نفس الشيء تاع القسم التحضيري. هذا اكتشف مع الامير خطوات التعبير، هذا هاي دوك تشوفوه معانا. هذا كيف كيف ديال الحساب، وهدايا نشاطات التربية العلمية للأقسام في التربية العلمية ديال مادة التربية العلمية. إذا يونس أنا كتاب راك حاب نبداو اليوم، واش من كتاب راك حاب نديرو؟ هذا حبيت، هيا خلاص تفهمنا. يونس راه حاب نديرو أكتشف مع الأمير خطوات التعبير. إذا الموضوع الأول اللي كاين في الكتاب هدايا ديال أكتشف مع الأمير خطوات التعبير هو ليلى وعمر في البيت. إذا في التصويرة هذه، في الصورة هذه يونس، واش راك تشوف؟ هذا الأب، هذه الأم، هذا الطفل الصغير واسمه عمر، وهذا الطفلة الصغيرة واسمها ليلى. هذا كيما الأب تاعك، أنت الأب تاعك واسمه، واسمو باباك؟ منير. والأم تاعك واسمها؟ حنتينة. صح. وانت يا واسمك؟ يونس. وعندك أختك واسمها؟ سلمى. سلمى. وعندك خواتاتك واحد أخرين ياك؟ هدوما العائلة هادي عايشين في منزل، عندهم المطبخ. تعرفوا شنو المطبخ؟ وشنو نطيبو فيه؟ نطيبو فيه، تخي بيان. غرفة الجلوس يعني البيت اللي قعدوا فيها، كما نقولوا حنا بيت القعاد. الحمام اللي هو وشنو الحمام؟ يدوشو فيه، سال دوبا. غرفة النوم، النوم وشنو؟ وين؟ وين؟ يرقدو. يرقدو، تخي بيان، جيد. هيا دركا لنتعلم ونردد. هذا هذا اصبر دوك نفهمك. هذا واسمو صحن. تعرفوا شنو صحن؟ واش نقولوا له حنايا؟ طبسي. طبسي اللي ناكلو فيه. جيد، صافي راك فهمت. هذه وسادة، واش نديرو بالوسادة؟ نرقدو فيها. نرقدو فيها، تخي بيان. هذه ملعقة، واش نديرو بها؟ نديرو بها، ناكلو بها. اي خلاص. هذا خلاط كهربائي نديرو فيه الجو ياك، بول ميكسور، ميكسور. هذا سرير، سرير واش نديرو فيه؟ نرقدو عليه. صح. دوك نشوف الى يونس فهم الدرس هذا، يعني رايحه ندير معاه تمرين ياك. هذايا اصبر دوك نشوف. هيا يونس دوك باش نشوف الى فهم يلعبوا، باش نشوف الى فهمت الدرس هذا. انا رايحين نديروا تمرين كيف كيف، لنقوم بتمرين صغير مع اصدقائنا ليلى وعمر، لنساعد عمر وليلى على وضع كل شيء في مكانه. عطاوك هنا مجموعه من الاشياء. انا نركب
اسنا وعطاولك هنا غرفة الجلوس اللي شفناها مقبيلة، الحمام، المطبخ، وغرفة النوم. انت دولك لازم تربط كل وحدة وين تجي وين بلاصتها. هيا هادي هنا، هيا هاك نعطيك هاك يونس هات قلم وبدا. هذا وشنو؟ هذا فرنون. وين يجي؟ وين جا؟ وشنو هذا؟ المطبخ. مطبخ، بيان تعلمت باللي المطبخ والكوزينة. جيد، هذا وشنو؟ ممتاز، عرفتوا شنو هذا؟ بالعقل، استنى بالعقل، عرفتوا شنو هذا؟ هادي وشنو؟ هادي فرشاة الأسنان ومعجون الأسنان. فرشاة الأسنان قولي اه معليش، فرشاة الأسنان هي بغوسادون اه، معجون الأسنان هو دونتيفريس صح، يجي في الحمام في السال دو بان. ياك هيا نروحو دوكا سرير، وين يجي السرير؟ جيد، ممتاز، تري بيان. والاريكه، الاريكه يونس، الاريكه وين المكان تاعها؟ في غرفه الجلوس. يعني راك فهمت باللي الفرن في المطبخ، السرير في غرفه النوم، الاريكه في غرفه الجلوس، وفرشاه الاسنان ومعجون الاسنان في الحمام. تري بيان، هادو ما خلاص بدنا نخليوهم هنايا. فهمت الدرس هذا يونس؟ هيا نعاودوا نراجعوا مع بعض. اصبر نديرو هنا، شوف معايا، هادي البيت اللي نقعدو فيها نسموها غرفة الجلوس. واش نسميوها؟ غرفة الجلوس. سال دو بان واش نقولو لها؟ حمام. حمام، جيد. الكوزينة مطبخ. البيت اللي نقعدو فيها غرفة النوم. غرفة النوم، ياك يونس. هيا خلاص كملنا مع التمرين هذا، قل لهم مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة.